أقول باختصار أختم بنقطة، التنازلات في السياسة من أجل الأوطان ومن أجل الشعب ومن أجل ليبيا، الجميع يجب أن يقدم، حتى برلمان طبرد هذا التابع لوزارة الخارجية المصرية، الواقع تحت سيطرة سامح شكري، هذا البرلمان البائس. لا أنا لا أتكلم عنه جميعا، في شخصيات وطنية لكنها مغلوبة على أمرها، طيب. تخاف من حفتر وتخاف طيب. من هذا كلام منصوب، يعني هذا كلام تتحمل وزرة، يعني نعم أتحمل وزرة، تتحمل وزرة، يعني أن تنسب مؤسسة شرعية منتخبة انتخبها الشعب بولائها إلى دولة أخرى، هذا أمر تتحمل وزرة، هو الحلقة موجودة وبالإمكان أن يعاد إليها إذا ما احتاج الأمر. أنا فقط أستغرب أنك كنت تقدم، أنت تقدم أفكارك سيد عبد المطلب، فقط عندي استغراب واحد، كنت تقدم أفكارك بصورة هادئة رزينة تقبل الآخر، لمت على السيد عثامنة في أول الحلقة أن عليه أن يتقبل الآخر وألا يقصيه، وبالتالي الآن أنت تستخدم الإقصاء بمرارة. أنا يا سيدي صبرت عليكم ساعة كاملة وبدأتم ووافقت على استضافتكم على أساس نحن نريد أن نخدم الوطن، نعم. ونريد أن نصل إلى كلمة سواء مثل ما قال دكتور عثامنة، نعم. ولكنك أنت أولا أنت لست محايدا، هذه نقطة يجب أن أقولها لك، نعم. وأضيف نقطة أخرى، أنت لا تعجبني حتى لما كنت في ليبيا الأحرار، طيب. تلعب في دور دائما يعني تستفز الشخصيات الوطنية وتهاجم الجميع وكذا، طيب. وتلعب في دور، طيب. أكبر من حجمك. طيب. وأما أن تهددني بمسألة نقدي لبرلمان طبرق المنحل أنه تابع لمصر، فوزير خارجية جالس وقابع في مصر وحياته في مصر وليس له علاقة بليبيا. طيب. انتهيت؟ انتهيت. شكرا جزيلا. نحن نتقبل جميع الآراء سيد عبد المطلب. في حقي الشخصي، في حق القناة ربما نتقبل أن تتهمنا، لكن أن تتهم أشياء أخرى، يعني هذا ما وددت قوله، بما أنه لا يوجد أحد يرد عليك من قبل مجلس النواب تحفظت على الموضوع لا أكثر. يبدو أنني قد نجحت في استفزازك، لأنك منذ أول الحلقة كنت تتكلم بنبرة والآن ختمتها بنبرة مختلفة جدا.